أولا، المسطرة المدنية هي اللي تتعلق بجميع التدابير الإجرائية في أي مجال يكون من داخل القانون الذي ينظم العلاقات والمعاملات بين الأطراف في الولوج للمحكمة. مسألة ديال المسطرة المدنية ملي كنجيو نتحدثوا عليها، اللي خاص المواطن المغربي أنه يعرف، ونضالات المحامين في الظرفية هذه على قبل المسطرة المدني، والمجموعة من المواد اللي هو ما عرفهاش. المسطرة المدنية فقط لأنه تم إحالته على البرلمان، وسوف يتم إحالته على مجلس المستشارين. مقتضياتها خطيرة جدا بالنسبة للمواطن المغربي، ودائما أقول أن نضالنا يومه يتعلق بالمواطن المغربي، ماشي لفائدته بوحده، لا، راه لفائدتنا حنايا كمواطنين مغاربة في هذا البلد. بمعنى النضال ديال المحامي الفرق الوحيد ما بينه وما بين العموم أو المواطن المغربي هو حنا كنعرفوا المسطرة المدنية شنو فيها، المشروع ديالها شنو فيه، المبتغى ديال المغاربة أو المواطنين المغاربة من خلال المسطرة المدنية شنو خاص يكون فيه، حماية المصلحة ديال المواطنين اعتبارا واستنادا أو على أرضية المسطرة المدنية شنو المفروض شنو كان خاص يكون فيها. المنادات ديال المحامي دائما من 2013 بتعديل المسطرة المدنية لسد واحد الباب ديال الثغرات ولحماية مصلحة المواطن المغربي، كيف ما كندافعوا على حقوقنا حنايا اللي المفروض انها خاصها تكون في قانون ديال المهنه، كندافعوا على حقوقنا حنا كمواطنين اولا في هذه المسطره المدنيه، حقوق والدينا، عائلاتنا، جيراننا، اهلنا، اقاربنا، مواطن مغربي اللي عندنا به علاقات يوميه، اللي هذا الشيء اللي كنشوفوا فيه حاليا اللي عمره ما تناقش، عمره ما كان في شي مؤتمر ديال جمعيه المحامين المغرب، عمره ما كان نضال ديال ورقات او مطالب صادره عن اي مؤسسات سواء حكوميه وغير حكوميه، عمرها ما كانت، الا اننا نفاجئ بمقتضيات اللي هي جديده واللي فيها تسقيف، وهذا الشيء هو اللي خطير. ملي كنقولوا التسقيف والتغريم بالنسبه للمواطن، فانت بالضروره تستهدف الفئه الهشه اللي كاينه في البلد، المواطن اللي هو ضعيف، المواطن اللي هو فقير، المواطن اللي هو تحقر، المواطن اللي ما قدرش انه ياخذ حقه بالشرع اليد، وانه يدخل في واحد الاطار اللي هو جنحي او جنائي، فكيمشي انه ياخذ حقه طبقا ما هو رسم له من خلال القانون المدني والتزامات العقود والمسطره المدنيه، خاصو يدخل المحكمه وهو ياخذ حقه طبقا للقانون. منين تجي تحبسه وتقول ليه الا ما كانتش الدعوه ديالك الموضوع ديالها فيه 30 ألف درهم او فوق 30 ألف درهم، ما عندكش حق ودي في الاستئناف، حكم نهائي كيف ما بغى يصدر، يصدر لصالحك، يصدر ضدك، يصدر كذا، ما عندكش حق في الاستئناف. وهذا هو اللي خطير، لان الانسان ملي كيكون مدعي، راه ماشي حنا كنفهموش بان راه كيدخل المحكمه بسوء نيه، كيف ما هنايا كيف المسطره المدنيه، هذه مسطره مدنيه تفترض سوء النيه في كل متقاضي الى ان يثبت العكس، وهذا هو اللي خطير. كيفاش غادي يثبت حسن النيه ديالو في التقاضي؟ وكيفاش المحكمه سوف تثبت سوء النيه ديالو في التقاضي؟ وكيفاش المحكمه انها تلزمه بواحد الغرامه اللي هي خطيره جدا، كاينه غرامه تصل ل 50 الف درهم. انت درتي واحد المقتضى ديال ولوج المحكمه في دعوه تصل الى 30 الف درهم ابتدائيا انتهائيا، وكتقول بان راه كاين واحد التغريم ممكن يصل الى 50 الف درهم، ولا تستقيم هذه بتلك. اذا كان المحامي او الطرف الموكل المحامي الدفاع ديال الموكل ديالو في اطار الادعاء انه تقدم بواحد الدفع اللي هو شكلي وقضت المحكمه بالرفض ديالها، هذه دفوع شكليه قانونيه ما كيعرفهاش المواطن، كيعرف المحامي. ولا المحامي تقدم بها وتغرمتي نتايا، الا في حاله الرفض غرمتي نتايا الموكل او المواطن ب 10000 درهم، علاش تغرمه؟ هو ما عرفش المصادر القانونيه وما عرفش المصادر القضائيه وما عرفش الاجراءات الشكليه وما عرفش الدفوع الشكليه، ولكن انا كدفاع انا اللي كنحمي الحق ديالو، انا اللي بانت لي تمايا واحد الدفوع الشكليه وجب ان اثيرها، فان اثرتها ولم تستجب المحكمه وقضت برفضها، علاش غتغرم هذاك المواطن؟ علاش؟ اذا انت اوتوماتيكمون كتحبسني انا كدفاع، كتخليني انني ما نديرش الاجراءات القانونيه ديالي، كتخلي هذاك المواطن هانت سقفتي ليه الولوج ديالو للعداله، هانت غرمتيه في مجموعه ديال المقتضيات، وهانت حبستي الدفاع ديالو انه يقوم بالتزامات ديالو. ما نديروش مخاصمه ديال القضاه لانها كتدخل في اطار ديال التغريم ديال الموكل ديال المواطن، ما ديرش المسطره ديال الدفع الشكلي ممكن تطرحوه في هذيك المرحله، ما ديروش لانه غادي يغرم لك الموكل. المسطره ديال مخاصمه القضاء لاحاله من اجل تشكك مشروع، هذه مساطر قانونيه وهذه مساطر واجراءات قانونيه، هذه ما كتشكلش واحد العداوه ما بين الهيئات القضائيه، ولا كتشكل واحد دعوه شخصيه ولا واحد نزاع شخصي ما بين القاضي الذي سوف يبت في الملف، وانما خاصة دار لينا كاين في اطار القانون. كيفاش بغيتي انها ما دارش؟ ما غتخلينيش نديرها، انت كتحبسني كدفاع، غتقول لي علاش كيحبس كدفاع؟ غنقول لك لكأنه هو اقرن او ربط هاد الامور هذه بالتغريم، والتغريم ماشي الدفاع، التغريم بالنسبه للمواطن، ويجي عندك موكل كيبغي الحق ديالو وانت في اطار كدير الخدمه ديالك فيما يطابق القانون، وفي الاخر يتغرم هو، راه غادي يدور عندك انت. كيفاش انا نتغرم في واحد الامور المفروض انها قانونيه وخاصك تكون انت اللي دفاع؟ عارفه ما غديرهاش ليه.
ما غديرش ديك المساطر. كيديروا ممكن جدا انها كتمشي في التأييد، لان كيكون كلشي داخل في اطار القانون، او انها كتلغي الحكم الابتدائي وتبت فيه من جديد وكتحكم في الطرف الاخر، اللي كتبان بان المعطيات القانونيه تما كاين واحد الغباش في التصريف ديالها باش تعطيك واحد الحكم اللي هو يكون معلل. وهذا كيعطي الحق عاوتاني ممكن الطرف الاخر انه يمشي للمرحله ديال النقد، ومحكمه النقد هي محكمه قانون. علاش بغيتي تحرم الناس من مرحله محكمه ديال النقد وهي محكمه قانون، انه ياخذ الحق ديالو في اطار ان جميع الاجراءات تكون سليمه وسلسه ومقننه وتم تطبيق قانون سليم فيها؟ حيت ما احنا ما كنفترضوش السؤونيه في القضاة في الاحكام ديالهم، ولكن ضروري كنفترضوا بانه ممكن يكون غير فهم لمواد قانونيه او عدم طرحها، كيف ما كيكون بالنسبه للدفاع في المرحله الابتدائيه كيكون دفاع اخر في مرحله الاستئناف، كيكون دفاع اخر في مرحله النقد، فكيكون هذاك ترويج الماده القانونيه وتحليلها وتفكيكها في اعطاء الصالح للمواطن كتفصل فيه محكمه النقد. ما كتثبتش في الموضوع، ولكن كتثبت واش هل تم تطبيق القانون بصفه شكليه وموضوعيه سليمه وتساند وتوافق المواد المستطره في القانون ام لا. إذا وجدت بأنه لم يتم تطبيقها تطبيقا سليما من الناحية القانونية، النقد والإحالة وتعيد الملف للمحكمة السليمة التي في مجري طبقا للقانون. واش هذه مراحل ما يستحقهاش المواطن اللي ما عندوش فلوس؟ كيستحقها غير المواطن اللي عنده الدعوة ديالو في حدود 30,000 درهم، ولكن عنده الحق انه يمشي للاستئناف لان الدعوه ديالو تفوق 30,000 درهم، وعنده الحق انه يمشي لمحكمه النقد لان الدعوه ديالو تفوق 80,000 درهم. اللي عنده 30,000 درهم وحل في الابتدائيه، واللي عنده الفلوس عنده الحق في الاستئناف، عنده كثار من 80,000 درهم، 100,000 درهم عنده الحق في النقد، قل منها ما عندوش الحق في النقد. اذا دائما نطرح السؤال الذي اصبح في الحقيقه يطرح نفسه، من يشرع لمن؟ ان كان من يشرع هو مشرع مغربي لفائدة المواطن المغربي والصالح العام، راه ماشي هذه النصوص المفروض انها خاصها تكون في المسطره المدنيه، خاصة تكون النصوص التي تحمي حق ذاك المواطن اللي هو فقير اصلا، اللي هو تهضم في الحق ديالو اصلا باش انه ياخذ الحقوق ديالو في جميع المراحل ماشي في مرحله واحده. هذا هو النقاش دابا اللي كاين فيما يتعلق بالمسطره المدنيه. من جديد توقف المحامون، توقف المحامون هو بناء على كل ما قلته سابقا، توقف المحامون اولا لاننا مواطنين مغاربه، لاننا نسعى الى الصالح العام شاء من شاء وابى من ابى، رغم انه بزاف كثرات شويه ديال الاقاويل حول توقف المواطنين، وهناك مواطنين معتقلين، وهناك مواطنين ملفاتهم مدروجه بجلسات المحاكم، ما مصيرها؟ انا نقول لك ما مصيرها من الان، مصيرها توقف المحامون او الملفات اللي كاينه تما، فهما تركناها بين يدي الامينه، وتركناها بين يدي القضاة، وتركناها بين يدي السلطة القضائية، والأكيد طبعا أن القضاء سوف يحمي مصلحة المتقاضين، لأن الملفات لا تتعلق بالدفاع، الدفاع هو مكلف برفع دعوى والجواب عنها والتعقيب عنها للوصول إلى حقيقة الدعوى وإعطاء كل ذي حق حقه، إنما من يعطي ذاك الحق طبقا للقانون والعدالة هو القاضي.